وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى على النفس، ليس فقط الولد والوالد والناس أجمعين، بل حتى على نفسك. والنفس أولى الناس بها، أولى الناس بنفسك أنت، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، أهم شيء نفسك. فحتى نفسك التي أهم ما عندك في نفسك يجب أن تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على محبتك لنفسك أو حبك لنفسك. عمر رضي الله عنه ما علم هذا، أن يجب عليه أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على نفسه. لكن انظر، لما علم هذا في اللحظة نفسها قال: الآن أنت يا رسول الله أحب لي من نفسي. وقره النبي عليه الصلاة والسلام أنه استطاع بهذه اللحظة لما علم قدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على نفسه. أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ أقره، بدليل أنه قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك وتم إيمانك إذ قدمت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على نفسك. وفيه فضل عمر أنه ما أن علم إلا لحظة نفسه امتثل. وعلى هذا لو أن شخصا ما ذكر بشيء أنوي بهذا كذا، فنوى باللحظة التي ذكر بها. مثلا يريد أن يذهب يستأنس مع فلان، يشرب القهوة والشاي ويتعشى عند مكسوم، قال له واحد: أنوي بهذا أن تكون زيارة في الله، أنوي أنك تريد أن تدخل السرور عليه وترجو أن الله يجازيك من جنس عملك فيدخل السرور عليك. والله فكرة، ذكره في اللحظة فقال خلاص، لنجعلها زيارة في الله، لنجعلها بقصد إدخال السرور عليه. يصلح ولا يصلح؟ يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه عمر في اللحظة نفسها عمر تنبه واستفاد. واضح؟ كما أن من الفوائد من هذا الحديث أن المسلم يذكر أخاه بشيء قد يكون غافل عنه. فعمر كان غافلا عن هذا الشيء، أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يجب عليه أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فمن تذكر شيئا غفل عنه أخوه فليذكر به. وهذا أيضا من باب التعاون على البر والتقوى. قال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. هذه مرحلة عظيمة جدا. متى يستطيع الإنسان أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ كثير من الناس ولنا من ذاك نصيب، ما أن إنسان يعني يرى شيء فيه له مصلحة، ربما برر نفسه أن أنا مضطر وأن هذا الواقع وأن العيال يحتاجون والزوجة وكل المجتمع يفعلون، فنطلق أبصارنا وأسماعنا وأنا ندخل في معاملات الله عن بها. الأمر ليس نظريا أنك فعلا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، أمر يحتاج مجاهدة عظيمة، توفيق من رب العالمين أولا، حتى يستطيع المسلم أن يقدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على نفسه، فضلا يقدم إيش على ولده ووالده والناس أجمعين. نعم، الله المستعان، عنا الله وإياكم على طاعته.